يغيبوا البعد الثقافي للثورة، البعد الإبداعي الموجود اللي كان وشفناه وشاهدناه سواء في شارع حبيب بورقيبة ولا في مدن أخرى في كما صفاقس كما سوسة في برايس أخرين. وقعت تواطؤ من طرف المؤسسات يعني السياسية، من طرف الأحزاب السياسية، ونجم نقول حتى من طرف النخب السياسية، ولم نسمع لأي كان معناتها منه باش نسمع منه حديث حول الطرح الثقافي، المشروع الثقافي اللي هو في نهاية الأمر نحن في حاجة إليه أكثر من أي وقت مضى، المشروع الثقافي المجتمعي. يعني بقينا نتحدث على ثقافة بصفة نمطية كلاسيكية، بصفة نمطية وكأن شيء لم يحدث، وكأن 17 ديسمبر و14 جانفي ما وقعش، وبالتالي نتفاعل ونتعاطى مع الثقافة وكأن شيئا كما قلت لك لم يكن. هذا الخطر الكبير. المشهد الثقافي اليوم كما هو عليه غير قادر أن يعطي معناتها صورة نجم نقولوا اللي ثم رغبة للارتقاء بالواقع التونسي، للارتقاء بالمواطن التونسي إلى ما هو أعمق، إلى ما هو أسمى، إلى ما هو أحسن. بكل صدق نقولها أن الرداءة والثقافة خذت الصدارة اليوم في المشهد الثقافي وفي المشهد الفرجة أيضا الثقافية حتى في الساحة الإعلامية. إيش معناها؟ إيش معناها؟ يعني الرداءة والثقافة يعني السطحية اللا معنى الفراغ. يعني بصراحة معناتها برمش يشوف اليوم معناتها اللي ما عادش تم ما ثماش هاك العمل اللي تراه ملغم بالفكرة، ملغم بالطرح النقدي، الرغبة في 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 أن ندخل للعمق، في أن المواطن التونسي في نفس الوقت ينجم يلقى تفرهيدة وينجم يلقى يترفه وينجم يلقى حاجة هكا يزهى بها، لكن في نفس الوقت ما نغيبوش الذكاء. يعني ثم تعمد على أن نتعامل مع المواطن التونسي وكأنه بدون عقل. يعني هذه يعني هذا خطير وخطير جدا. لكن ما يطلبه المشاهد هيك ما يطلبه المشاهد لا يطلب هذا. المشاهد المتفرج المواطن محاصر ثقافيا. أنا نعتبره محاصر ثقافيا. ثم يدعون أنه بطلب من المتفرج، أنه بطلب من المواطن، وهذا غير صحيح. يعني وساعات يستفزون المواطن باش يتفاعل مع تقصدا باش يتفاعل مع الرداءة، باش يقولوا راهو هذا منك انت، في حين اللي هو ينجم يقول يجاوبكم وانا نسمح روحي باش نتكلم في بلاصته، يقول لا هذا مش مني انا، هذا مش انا، هذا انت، هذا كما انت تريد. هذه هي ودائرة ذي ستون فورمول قالها برنار شو معناتها وقت اللي يتحدث على الرداءة والثقافة. إذا المواطن المتفرج الأهالي الجمهور محاصر اليوم من شبكات الرداءة من شبكات الرداءة والثقافة اللي قاعدة تتغلب عليه. ثم الإنتاج فما روف بن يغلان؟ نعم الإنتاج فما؟ فما الإنتاج الذي سيسوق موجود بلكشي كل المنتوج وكل الإنتاج هو قلاخ بنفس المستوى هكا اللي خلاه هو هذاك هو الموجود معناه فما انتقاء على اساس وانه يخليه البيع على جنب ولا يقع تسويق للرديء؟ لا خلينا نعملوا تصحيح المفاهيم الثقافيه صح قبل كل شيء، خلينا نصحوا المفاهيم الثقافيه. ما معنى ليش تصلح الثقافه؟ اي سيدي ليه؟ تصلح باش نطلعوا شويه مستوى باش يقل الاعوجاج في المخ يا رسول الله. هو يقول لك ثقف العودة أي سواه أي نزع عنه كل الأوجاج، يعني هذه تصلح الثقافة. وزارة الثقافة زادة تصلح باش تمكن مواطن من أن يكسب التجربة المعرفية، التجربة الإبداعية كمواطن متفرج، ثم كمواطن أيضا منتج أو مساهم في الإنتاج، أو حتى يكون مواطن مستهلك فاعل. إيش معناه مواطن مستهلك فاعل؟ أنه ما يقبلش اللي يجي، أنه عنده رؤيته، أنه عنده يقول كلمته.